أيام قليلة تفصلنا عن النهائي المنتظر، نهائي القفص، وبعد العمل البدني التكتيكي وحتى البسيكولوجي الكبير اللي قاموا به لفايتر تانا، كان لابد من يوم راحة يكون فيه المصارعين المعنيين بلاغوند فينال على موعد مع ترويح عن النفس والخروج ولو قليلا من ضغط النهائي. هو الأمر اللي فكر فيه منظمو ديزيت فايت وعلى رأسهم أمين زموري وياسين ساعي. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام راح تكون خاصة تحت شعار أنت منافسي ولست عدوي. ديزيت فايت كانت في رحاب ولاية مضيافة وهي ولاية بازا. أما أنتم مشاهدين الكرام تابعوا حلقة اليوم وابقوا أوفياء لهذا البرنامج لأن منازلات النهائي على الأبواب.